بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة مع بعض هنتعلم ازاي ننقل شكلة الفراولة من قصيص المشتل اللي هو الكوباية تحت المشتل لقصيص كبير دائم بحيث انها تثمر وتبدأ تعمل لنا انتاج. بنلاقي جايب الشكل ده في الكوباية، والكوباية معمول لها خرم من تحت والجذور خارجة من الكوباية من تحت. فاحنا نعمل ايه؟ هنكون مجهزين قصيص عندنا بالشكل ده كده، يعني اي قصيص عندك، انا هعمل ده عشان ده عمود، يعني اي قصيص عندك مهما كان، ان شاء الله حتى قلب سمنه، اي حاجه عندك ممكن تزرع فيه. طيب هنعمل مكان الكوبايه تنزل فيه، ممكن نطلع الشكل خالص ونطلع جذورها خالص من الكوبايه، وممكن نزرعها بالشكل ده كده. يعني نجيب مقص نقطع الكوباية هنلاقي جذر الفراولة طالعة زي ما انتم شايفين، تبقى شعرات رقيقة جدا. ده كده جذر الفراولة. كل اللي هنعمله هنعمل اهو بالظبط، هنعمل مكان كويس في قلب القصيص، ويكون عمقه مثلا ايه 10 سنتي 15 سنتي، يعني مش شرط يكون العمق كبير. يعني بالطريقة دي كده نروح منزلين الكوباية في قلب الايه القصيص، ونغطي بشويه تربه من فوق. وناخد بالنا من حاجه مهمه جدا، ان احنا هنروي ري بالبخاخ، مش هنروي، هنري بالميه غمر عشان الجذور ما تعفنش. هنعمله هنري بالبخاخ بالشكل ده كده، يعني هنعمل كده شايفين. طيب انا كده نقلت الشتلات داخل الاسس بالشكل ده، نقلت الفراولة كل فراولاية في عين من العيون، كل فراولاية في عين من العيون. طب انا بعد ما اخلص بعمل ايه؟ ده الريحان ارجوية يا جماعة، لان الناس بتسأل عنه، ده الريحان ارجوية، وده الريحان الاحمر طالع بالشكل ده كده، ودي الفراولة اللي احنا جبناها ان شاء الله وهنوزعها على الناس. تمام، هنعمل ايه بقى؟ هنرش الاوراق ونبلل التربة طب يعني نبللها بسيط، مش قوي، عشان ايه الجذور ما تعفنش مننا. شايفين بالشكل ده كده، هنبدا ان احنا ايه نرطب التربه ونرش اوراق الفراوله بالميه عشان تبدا تفوق معانا بعد عمليه النقل، ان هي كده واخده صدمه نقل. وانتم شايفين ده هنا ايه، ده خلف مطلعه جدرة. طب انا استفيد منها ازاي؟ اغرزها كده اهو جنب الام، يبقى انا كده استفدت بشكلتين جنب بعض كده. انا غرستها جنب الام، وهي الام مطلعه تاني واحده كمان وموصله هنا ايه. فنستغل ده على ما دي تطلع ورق جديد، نروح قصين الايه الوصله اللي بين الام وبين الايه الخرفه التانيه. وبالشكل ده كده انا ببدا ايه، ببدا ارش اهو والف العمود بتاعي بقى يمين وشمال، بحيث ان انا ايه رش كل الاوراق وكل الشتلات اللي انا نقلتها. وبل التربه تبليله بسيطه بحيث ان انا ايه الجذور ما تعفتش مني، وابدا ان انا ايه استفيد منها. خلال شهر ونص ان شاء الله هكون مبشره ومطلعه ازهار، وهنشوفها مع بعض ونتابعها مع بعض. فكره العمود ده سهله جدا، ان هي يعني ممكن تزرع فيها لو كل عين اربع، يعني كل قصيص 4 عيون، ممكن تزرع 10 عيون، يبقى انت زرعت 40 شتلة في مكان واحد، ومساحة قليلة جدا، ما تاخدش مساحة كبيرة. ممكن تزرعها في البلكونة، تزرعها في البيت. هو فكرته حلوة عجبتني، فقلت ايه اعمله معاكم. يعني شايفينها بالشكل ده كده، وابدأ ارش كل الاوراق وارش كل الشجر عندي، ان انا استفيد بعد كده بعد شهر ونص ان شاء الله اخد منها ثمار. زي ما انتم شايفين انا وريتكم في الاول الفيديو طريقه نقل الشتله، قطعت الكوبايه وطلعت الشتله وزرعتها وكملت عليها تربه ودفنت، خطيت تربه كويس، وبعد تغطيه التربه ببدا اعمل ايه، ارش عليها ميه علشان التربه بعد كده الجذور تبدا تشتغل تتفاعل مع الطينه الجديده او التربه الجديده، ما تاخدش صدمه نقل مني، ممكن تدبل يومين ولا حاجه، لا ده زي ما هي سليمه ان شاء الله. وبعد كده استفيد منها استفادة، ان انا اخد منها بعد كده الثمار بتاعتي حاجة طبيعية، لا مرشوشة ولا متهرمنة ولا اي حاجة، فراولة طبيعية ان شاء الله.
الناس ما تعرفش الفراولة، ده شكل شجرة الفراولة. هوريكم الشتلات اللي عندنا دي يا جماعة. الشتلات انا جبتها امبارح من المشتل وفرشتها بالشكل ده في قلب الارض عندي او فوق السطح، وحاجة يعني عذاب السنين طلع ونزل وحاجات غريبة كده. فبسم الله انا اختار شتلات ما شاء الله عليها، يعني حاجة يعني ايه نوع اسمه فستان. الشتلة طول ايه يعني تدخلها تزرعها على طول، ممكن تطلعها من الكوباية وابعتها لك، وممكن ابعتها لك بالكوباية حسب بقى ما نشوف الايه الدنيا هتمشي ازاي. ولو جات لك شتلة بالشكل ده لقيت فيها الام مطلعة خلفات جديدة، ممكن تستفيد من كل واحدة تبقى شتلة عندك، من كل ام تستفيد من الام مثلا ان مطلعة ثلاث خلفات ممكن تستفيد بقى عندك ثلاث شتلات. بس ما تقطعش الام، يعني هتزرع دي لحد ما تحس ان في ورق جديد طلع، بعد كده اقطع الايه الوصله اللي بين الام وبين الخلفه الجديده. ودي شتلات الفراوله اللي احنا جبناها، وان شاء الله يعني ايه نكون اول ناس تزرع فراوله في البيت ونستفيد، يبقى في عندنا افاده من الجروب. يعني تحياتي يا عادل عتيق. زي ما قلنا في شتله ممكن تيجي مطلعه بالشكل ده كده، مطلعه خلفه من جوه الام نفسها ومطلعه الدور. طب احنا نعمل ايه نستفيد بيها ازاي؟ احنا ممكن نستفيد بقى ان عندنا بدل الشتله شتلتين، ان احنا ممكن نستغلها ونزرع منها كمان شتلتين جنب بعض. ازاي؟ هنجهز مكان نحط فيه الشتلة كوباية، ونجيب مقص ونقص الكوباية بالشكل ده كده. فين الجذور ضربه في قلب الكوبايه من تحت ازاي؟ طب نعمل ايه؟ هنوسع مكان كويس وننزل الكوبايه في قلب المكان بتاعها. طب نستفيد بقى من الخلفه التانيه ازاي؟ الخلفه التانيه اهي هنروح جايين غرزينها، منزلين الجدر بالشكل ده كده، نغرزينه ودفنين كده. هيعمل جدر، الام هتغذيه لحد ما يربي جدر كويس وجدر كبير، هتدنها تغذيه لحد ما يربي جدر كبير. وقت ما نحس ان الشتله طلعت ورق جديد نعمل ايه؟ نروح قصين الايه الوصله اللي بين الام وبين الايه الشتله الجديده بالشكل ده كده. شايفين؟ هنشيلها هنقصها، بجيب قص نروح قصينها. يبقى احنا كده استفدنا ان ممكن الشتله عندنا تبقى شتلتين، ويبقى عندنا بدل الثمره ايه بدل الشجره شجرتين فراوله. دي برضو ايه فكره. نجيب ال يعني شايفين دي دول المفروض انها شتله، نطلعها كام خلفه؟ واحد اتنين تلات خلفات. يعني نزرعها لوحدها في قصيص لوحدها، ان هي ايه يعني هتحتاج قصيص لوحدها، لان هنستفاد من الخلفه دي انها تعمل لنا اكتر من شجره يعني. اهو هنطلع الشتلة طالعة بالشكل ده كده. هنعمل ايه؟ هنعمل لها مكان، نوسع لها مكان جوه القصيص. وننزلها زي ما هي كده بالشكل ده كده في قلب القصيص بتاعها. ونكمل عليها بقى ايه شوية تربة من الجناب. وزي ما اتفقنا ان احنا هنروي البخاخ بس، مش هنروي بحاجة تانية، عشان البخاخ الفراولة ما بتحبش المية كتير، الجذور ممكن تعفن مننا. وشوية بطمس في الأجناب كده نزودها تربة، بحيث إن احنا نستفيد برضو البطمس، هيبقى تربة خفيفة ليها وهيغذيها إيه على قد ما يقدر. ونجيب البخاف ونرش بقى إيه رشة بسيطة كده. ونغسل الورق برضو، رش ورق ميه برضو عشان ايه يبقى انا ايه في الامان. انا رشيت كل الشتلات عندي رشيتها مبيد فطري، علشان لو فيها فطريات لا قدر الله اي حاجه يبقى احنا عندي في الامان، لان احنا ما عندناش فطريات في قلب الايه الزرع، ولو فيها فطريات ما تنقلش للزرع بتاعنا كله. بخ بس بسيط كده اهو، نرش بس الميه ايه بطريقه خفيفه كده على خلصنا بنشيلها نحطها ايه. انا عاملها في عمود، يعني العمود اللي هو زرع فيه، حطها في العمود اهو.
ادي كده زي ما انتم شايفين شتت الفراولة دخلت في العمود. هكمل بيت الشتلات ونتابع مع بعض ان شاء الله.